اهلا بحضراتكم من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ما زالت البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وبتتجاوز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، كل هذه المناطق بتتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وده طبعا خلال تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم اللي هي الفترة اللي بتكون ما بين الظهر والعصر على جمهورية مصر العربية اللي بتتعامد فيها أشعة الشمس على الأرض. بالنسبة لسواحلنا الشمالية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، فتعتبر الأجواء حارة في هذه المناطق وبتتسجل درجات الحرارة فيها ما بين 30 و33 درجة مئوية خلال تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم. أيضا في فترات الليل رغم الفارق الكبير اللي بين العظمى والصغرى اللي بيزيد أحيانا عن 15 درجة مئوية، إلا أن درجات الحرارة أيضا في فترات الليل تعتبر مرتفعة مقارنة بالأيام اللي فاتت، وبيكون الطقس معتدل في فترات الليل وبتكون درجة الحرارة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية على معظم محافظات الجمهورية. هذه الدرجات بتجبر السادة المواطنين على تغيير نوعية الملابس وارتداء الملابس الصيفية سواء في فترات النهار أو في فترات الليل، ولكن ما زلنا نحذر من بالنسبة للأطفال وبالنسبة لكبار السن أثناء تواجد نشاط الرياح في المناطق المكشوفة والمناطق المفتوحة في فترات الليل، بقدر الإمكان نكون حذرين جدا بعدم التعرض لهذا النشاط مع انخفاض درجة الحرارة، لأن قد نصاب بنزلات برد. أيضا بنحذر من تشغيل المراوح والتكييفات خلال هذه الفترة لعدم الإصابة بنزلات البرد بشكل مبالغ فيه، ما نحاولش نشغلهم بشكل مبالغ فيه خلال هذه الفترة. أثناء ساعات الصيام بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة في الفترة اللي بتسجل فيها درجة الحرارة العظمى. نقدر نقول إن الموجة الحارة كده وصلت لذروتها ولا لسه؟ تعتبر في ذروتها خلال هذا الأسبوع ما بين درجة الحرارة تقولنا 3 والأربعة، تعتبر ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على أن تنكسر هذه الموجة شديدة الحرارة يوم الخميس والجمعة إن شاء الله. على القاهرة على سبيل المثال بتكون درجات الحرارة ما بين 38 بكرة إلى 35 يوم الجمعة بإذن الله، ثم تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى مع بداية الأسبوع القادم. الانخفاض درجات الحرارة 38 إلى 35، بس يعني الدرجات دي لسه برضو الاجواء شديده الحراره تعتبر الجو طبعا ما بين حار وشديد الحراره، بس اكيد هيكون احساسنا بيه مختلف شويه لان الانخفاض هيبقى 4-5 درجات عن النهارده. الموجه دي هتتكسر امتى وانت بقى الاجواء تتحسن كده؟ يعني احنا داخلين على الصيف نص 6، فخلال هذه الفترة من النص الثاني من الربيع بتشهد زي ما بنقول دايما ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، فتعتبر الفترة دي من النص الثاني من الربيع ما بين ارتفاعات ملحوظة في درجات حرارة وانخفاضات طفيفة وتعود للمعدلات في ايام اخرى، وده اللي هنشوفه ان شاء الله اعتبارا من يوم الاثنين القادم. بالليل الجو بالليل كان الناس حاسة برضه ان الجو حر ومفيش هواء، ده سبب غيره؟ طبعا الكتلة الهوائية قادمة من مناطق مرتفعة في درجات حرارتها، ارتفاع درجات الحرارة مع نسبة الرطوبة المتزايدة شوية في فترات الليل ده اللي بيدينا احساس اكتر بارتفاع درجة الحرارة. ابرز المصاحب اللي ممكن خلال الايام اللي جاية؟ نتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس فترة الظهيرة لغاية العصر عشان ما نفقدش كمية كبيرة من المية اللي موجودة داخل جسمنا. بعد ساعات الفطار او في ساعات الفطار بعد المغرب نحاول نزود شوية ونكثر شوية من تناول المشروبات، خصوصا طبعا المية خلال هذه الفترة. الوجبات اللي بناكلها بقدر الامكان ما تكونش وجبات بتزود احساسنا بالعطش في فترة الليل. هل هيكون في اي ظواهر جويه باستثناء ارتفاع درجات الحراره؟ اجواء مستقره بشكل كبير، نشاط رياح محدود على مناطق متفرقه غير مؤثر على الرؤيه. ايضا الملاحه البحريه تعتبر معتدله سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر. يعني الموجه هتنكسر يوم الاثنين ولا هيبقى في انخفاض تدريجي؟ لا، تعتبر انخفاضات تدريجيه في درجات الحراره من يوم الاثنين ان شاء الله، وتعتبر كتل هوائيه مختلفه قادمه من جنوب اوروبا ومرورها على البحر المتوسط بتدينا طبعا احساس بانخفاض في درجات الحراره. اعلى المحافظات اللي هتسجل درجات حراره كنت متجانسه الى حد كبير، فهنلاقي القاهره ما بين 41 و42 درجه، ايضا محافظات شمال وجنوب البلاد ما بين 42 و43 درجه مئويه، فتعتبر كتله هوائيه متجانسه مؤثره على القاهره والوجه البحري وجنوب البلاد. اما السواحل الشماليه فدرجه الحراره فيها ما بين 30 و33 درجه مئويه نتيجه الرياح الشماليه الغربيه القادمه من مناطق من جنوب اوروبا. لو قارنا ده في بنفس التوقيت في السنه اللي فاتت، هل يعتبر ده اقل من السنه اللي فاتت؟ يعني كان في درجات حراره اعلى من كده؟
احنا طبعا النص الثاني من الربيع عادة من كل عام بيتسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار العام كله، فاحنا معتادين على مثل هذه الموجات شديدة الحرارة في النص الثاني من الربيع. نصيحة كده بقول للمواطنين، متابعة النشرة الجوية مهم جدا اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي عشان نتعرف على نوعية الكتل الهوائية اللي بتأثر على مصر والظواهر الجوية المصاحبة ليها وارتفاع درجات الحرارة.